لو كان ناخذ ما يشكل لوناب، الاتحاد الوطني للمقاولين الجزائريين، كل الشركات الموجودة تحت لوناب تمثل وزن ممكن اليوم في لو كان ناخذ يعني ما عنديش لو شيفر اكزاكت، مي جو دو دير كو لو سيكتور بوبليك دو مانيير جينيرال يعني القطاع العمومي بصفة عامة يمثل اكثر من 70% من لا كرواسونس في الجزائر في الاقتصاد الجزائري.